الذبح العشوائي ورمي مخلفات الحيوانات التي تفسخت بمرور الأيام في منطقة الرجيبة كان سببا في نزوح ساكنيها كون الأمراض والرائحة المنبعثة تسبب اختناق الشخص وتعرضه للعديد من المخاطر الصحية. طبعا هاي المنطقة صار أكثر من سنتين يذبون بها هنا المخلفات، مخلفات القصابين، يعني تلاحظون مثل ما لاحظتوا هنا جلود حتى أبقار كاملة هنا ذابيها. طبعا ناشدنا اكثر من مره ماكو اي استجابه، اي استجابه للموضوع ماكو، يعني المكان مليان بالرائحه. طبعا من تمر من هنا الريحه ما تنكهب اصلا، ما تقدر تتنفس. يعني الساده المسؤولين هنا يوميا يمرون، طبعا انا متاكد يوميا يمرون من هنا ويشمون هاي الريحه. طبعا انا ناشد وزاره الصحه واناشد الجهات المسؤوله بان تسوي حل لهذا الموضوع. هذا هاي البيوت، هاي المناطق كلها تعاني، كلها تعاني، بس يا سبحان الله ما اعرف شنو اللي غالب عليهم. اصلا اكو ناس طلعت منا من هاي المناطق طلعت نهائيا. جزارون يشكون من غلاء اسعار الذبح في المجازر المخصصة لهم والبعيدة عن اماكن العمل، مما يضطرهم لممارسة عملهم العشوائي دون رقابة صحية وقانونية. مكان للذبح موجود هو، بس انت اخذ الذبيحة وروح وديها لهناك، شوف مصرفها ايش تكلف. تكلف كراوة ما بين راحة وردة ما يقارب 30,000، وهناك ياخذ من عندك 15، والبابية 3,000 ما ادري ايش قد، واللي يذبحها 25، وثلجها هنا تاكلها 15، 10,000 دينار ثلج، وصناع اثنين هم ياخذوا لهم 50,000. يعني الذبيحة الا هيك تجيبها من العالم بسعر المي، هي تاكل لها 150,000 مصرف، 100,000 ويا العمالة ويا ايجورها، يعني تصفيها لو سادة روحها لو خسرانة، لو تغش الناس. غير هذا ماكو هسه الاكسابه صارت. عز الحكومة التي تناشد الحكومة نفسها بإيجاد الحلول لهم لحل مشاكل مواطنيهم بتوفير آليات ومعدات للسيطرة على نظافة مدينتهم. عن طريق قناتكم نناشد الحكومة المحلية، الحكومة المركزية في كربلاء، والحكومة المحلية في المركزية في بغداد والمحلية في كربلاء، أنه النظر للقضاء الجدوى الغربي والنواحي اللي إمكانياتها بسيطة عن طريق الآليات، أنه آلياتنا بسيطة وإمكانيتنا بسيطة. يعني أنا ما يقارب عندي 5 كابسات لأني ما يغطن قضاء كامل، وقلابين وشفل وقريدر، ما أقدر أقدم خدمات كاملة للمناطق العشوائية والأرياف والتجاوزات. مخلفات محال القصابة والحيوانات الميتة ترمى بهذا المكان، والتي أصبح سببا بنزوح العديد من سكان هذه المنطقة لمناطق أخرى بمسافة تبعد عن الشارع العام أقل من 15 متراً. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.